ورد في الدستور. وتم تشكيل الأقاليم التي لطالما نادت وطالبت بها العديد من المحافظات لضمان حقوقها وعدم تهميشها. تفاصيل أوفى مع يشار خالد. أكد سياسيون وقانونيون إلى أن الأوضاع في العراق ما كانت لتصل إلى ما هي عليه الآن لو جرى تشكيل عدد من الأقاليم وفقا للدستور العراقي الدائم الذي صوت عليه أغلبية أبناء الشعب، والذي نص على أن العراق دولة اتحادية، سيما وأن العديد من المشاكل والأزمات سببها المركزية المقيتة والسياسات التهميش والإقصاء والإهمال. النظام الفيدرالي في حقيقة الأمر بعد 2003 تم الإقرار عليه في الدستور، وذلك من أجل تقوية الدولة العراقية المتكونة من أعراق ومكونات شتى، وعانت من سياسات الدكتاتورية والتفردية. حقيقة كانت التفاتة واقعية للدولة العراقية عبر التاريخ، ولكن مع الأسف الشديد وقف بالضد من الفيدرالية فئتين. الفئة الأولى لم تفهم معنى الفيدرالية والنظام الفيدرالي، وأنها نظام تؤدي إلى تطوير الدولة وتقوية أركانها من كل النواحي الإدارية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية. وهناك نماذج كثيرة يعني منها الولايات المتحدة وألمانيا، ومن الدول العربية الإمارات العربية المتحدة وغيرها. والفئة الثانية هم الذين وقفوا بالضد من الفيدرالية عمليا، أي بسياسة السياسة المركزية المقيتة والتفرد بالسلطة. الفيدرالية ليس بتقسيم للعراق، الفيدرالية هي التي منعت تقسيم العراق في العام 2003 وتملص الحكومة الاتحادية من تنفيذ بنود الدستور، وتملص القادة السياسيين من تنفيذ بنود هذا الدستور ومحاولتهم لعرقلة تطبيق مشروع الفيدرالية في العراق، محاولتهم وتصريحاتهم بأن العراق عراق واحد وتأكيدهم على ومحاولاتهم في تنفيذ بنود الدستور وفي إدارة البلد باتباع نظام المركزية الإدارية، هو الذي آل بالعراق إلى هذا الوضع، هو الذي آل بسقوط ثلث العراق بيد القوى الإرهابية. إعلاميون من جانبهم وصفوا عدم تطبيق الفيدرالية في العراق حسب ما نص عليه الدستور عقب سقوط النظام البائد كان خطأ يتحمله بعض من الساسة أسهم في تعطيل العمل لبعض مواد الدستور العراقي الدائم. الفيدرالية حق دستوري كفله الدستور، ومن خلاله تتم معالجة الكثير من المشاكل التي تتعلق بهذه المحافظة أو تلك. فسيطرة الدولة المركزية على كل مرافق العمل في هذه المحافظات يربك الدولة ويؤدي إلى حدوث الكثير من المشاكل، بحيث أن هذه الفيدرالية سوف تساعد على ازدهار المحافظات وتحفز على المنافسة المشروعة من حيث المشاريع وما يخصص لها من موازنات مالية وغيرها من المسائل الأخرى. أكيد الفيدرالية هي فيدرالية دستورية، والحكومة السابقة التي كانت طوال 8 سنوات تحكم في البلاد همشت الدستور وضعت الدستور على رفوف أكلته الغبار والتراب. لو كانت هناك فيدرالية في العراق لما كنا نصل إلى هذه الحالة في البلد الذي تمزق وأصبحت مقسمة إلى عدة أقسام. الكثيرين من الساسة والكثيرين من الأحزاب والكثيرين من الناس المعتدلة كانوا يطالبون بالفيدرالية. الفيدرالية هي عملية صحية للبلد في هذا الظرف القاسي لنمو الاقتصاد، لإعطاء حقوق للمواطن الذي همش وأصبح في مهفة الهاوية. أنا أرى أن الفيدرالية هي أساس بناء الدولة. الفيدرالية تعني الاتحاد ولها مزاياها التي تجعل من العراق بلد متحد يضمن الجميع حقوقه المشروعة وما عليه من واجبات والعيش المشترك والأمان الذي يبغيه المجتمع حسب آراء المعنيين في كركوك. يشار خالد، فضائية كركوك. أشاد مواطنون مسيحيون بدور قوات البيشمركة والتضحيات التي تقدمها في سبيل الدفاع عن كركوك وأبنائها بمختلف مكوناتهم. المواطنون المسيحيون أكدوا خلال احتفالية بأحد المناسبات التراثية